نروح للمجموعة الثانية سريعا عشان الوقت بيجري بينا، والمجموعة القوية والمنافسة الشديدة ما بين القناة وزد ووادي دجلة والسكة الحديد اللي عامل نتائج رائعة الفترة اللي فاتت مع الكابتن أمير عزمي مجاهد. نتائج الجولة 13 في المجموعة الثانية: زد فاز على منتخب السويسي 2-0، العبور كسب كهرباء إسماعيلية 2-1، مستقبل وطن فاز على المصرية اتصالات 3-0، وادي دجلة كسب بورتو السويس 4-0، السكة الحديد وصل انتصاراته وكسب الإنتاج الحربي 1-0، القناة المتصدر كسب النصر 1-0، الترسانة والإعلاميين 1-1، بتروجيت فاز على إسترن كومباني 2-1. شوف الماتشات كده مع بعض. نبدأ ماتش زد مع منتخب السويس في استاد القاهرة. انتوا عارفين نادي زد بيلعب ماتشاته على استاد القاهرة، وقدر زد يفوز 2-0، هدف محمد عصام الهدف الأول، وبعدين الهدف الثاني محمد سمير مدافع طبعا نادي المقاولين العرب والأهلي السابق. أيوه بيفوز، بيجيب الهدف الثاني، هدف الفوز لزد، وبيكسب زد المنتخب السويس، زد بقياده كابتن مجدي عبد العاطي والكابتن وليد صلاح الدين طبعا ومنتخب مدير السويس الكوره كابتن ياسر الكنان. طب دي مباراه العبور وكهرباء اسماعيليه، فوز العبور 2-1، العبور العبور بالازرق. اول ماتش للكابتن هاني العقبي، هاني العقبي مع العبور. بالظبط، واول ماتش برضه رضا عطيته مكان اشرف خضر في كهرباء الاسماعيليه عشان كابتن اشرف مسك الاسماعيلي. ايوه بالظبط. العبور تقدم بهدف عمرو الجزار بضربه راسيه، وبعدين كهربت اسماعيليه تعادل بهدف محمد عريبي، ده هدف محمد عريبي 1-1. ده ملعب العبور يا ملعب العبور. انا شايفه ملعب حلو والله. ملعب كويس، ملعب جميل على الاقل بين جماهيره. العبور اللي هو مدينه العبور صح؟ ايوه مدينه العبور اللي هي في طريق اسماعيليه. مش انا بقول لك ما فيش حاجه ما تعرفش؟ لا انا عشان ما روحتش الملعب ده قبل كده بصراحه، بس انا عارف مدينه العبور يعني، كنا بنروح نشتري فاكهه من هناك سوق العبور. والهدف الثاني بقى هدف الفوز للعبور باقدام رضا حسن، والعبور كسب 2-1. واول بنقول مبروك طبعا لكابتن هاني العقبي، اول مباراه بيفوز كابتن، كان كابتن كرم جابر هو اللي كان ماسك قبل. ايوه قبل. طب مشي ليه؟ نتائج يعني، نتائج برضو هو مش مستريح خلاص. طيب دي مباراه مستقبل وطن والمصريه اتصالات، كابتن سامر ابو الخير طبعا، كابتن سامر مدرب مستقبل وطن طبعا، كان مدرب ناشئين الاهلي، ومعاهم كابتن تامر باجاتو كمان مدير الكوره. تامر باجاتو عامل شغل جامد جدا صراحه، جم عامل وبالدليل انك هو كسبان مصر اتصالات كلها فنيات، كلها امكانيات ماديه كتير. كل حاجه متوفره في مستقبل وطن بقياده كابتن سامر وكابتن تامر باجاتو، بيفوز على المصريه اتصالات 3-0. احمد كيشو جاب الجون الاول، ومحمد جبر الجون الثاني، واحمد الشعراوي الجون الثالث. مكسب كبير بصراحه. طبعا الفريق ده تحول خالص من ساعه ما مسكه كابتن سامر وكابتن تامر باجاتو. هو كابتن، بص انت عايز واحد يشتغل يعني بيفهم، واحد صنايعي مش واحد ايه. دي مباراه بورتو السويس ووادي دجله في استاد الشرطه، الملعب اللي بيلعب عليه. رغم ان ايجور توليتش مدرب دجله كسب بورتو مدرب اشرف توفيق، لكن انا بقول ان فنيا فرقه بورتو السويس افضل من لا السنه دي وحشين يعني، عندهم لعيبه، لا هم عندهم عدم توفيق غير عادي. علي حسين لاعب دجله جاب 3 اجوان، هاتريك، وهو هداف المجموعه 8 اهداف. علي حسين اول لاعب يجيب هاتريك. لا علي حسين لعيب مميز، ما علي ده لعيب ممتاز. وعلى فكره دجله بالتيشيرت الابيض وبورتو السويس بالتيشيرت الازرق. علي حسين بيجيب 3 اهداف لوادي دجله، وفوز دجله 4-0 على بورتو السويس. ده بيوريك ان الاجانب برضه اما بياخدوا خبره. جورت ليتش واخد بالك، خد الخبره بقى عنده ايه، مدرب كرواتي ومالوش قبل كده. معاه كابتن محمد عبد الواحد. معاه كابتن، كان معايا ضيف امبارح. أيوه. كابتن محمد عبد الواحد. ايوه. 3 اهداف لعلي حسين طبعا فرحان، وهاتريك. في اخطاء بس كتير من دفاع بورتو السويس، بص المدافعين الكره يعني بتتاخد منهم بشكل غريب جدا، وعلي حسين بيحرز الهدف الثالث لوادي دجله. بعدين الهدف الرابع لوادي دجله عن طريق محمد ربيعه، فوز كبير لوادي دجله على بورتو السويس. بيلعبوا على ملعب الشرطه. بورتو السويس اللي ده ملعب بورتو السويس. كانوا بيلعبوا بورتو السويس في السويس. دي مباراه الانتاج الحربي والسكه، وقدر السكه يفوز يعني 1-0. 1-0 بصراحه. امير عزم الجاهد عامل شغل جامد، مدرب عامل شغل جامد قوي، شغال معاه وليد انور كمان اداري، عارف تحس ان المجموعه كلها متجانسه. ده مصطفى عبد الوهاب اللي جاب الجون ده بدماغه. دي مباراه القناه بقى المتصدر مع النصر 1-0 للقناه، محمد امين مغربي
بضربه راسيه. وانا يعني انا الاقرب يعني كابتن حليم، يعني بقول كابتن محمد حليم، اه محمد حليم مدرب قادر ان هو يعمل حاجه ويصعد في المجموعه ديت. وهو اقترب من ضم ابراهيم عيسى لاعب الاتحاد السكندري، وعلى وشك يمشي حسام باولو من عنده من القناه، لان هو كان راجع من المنتخب الشاطئيه وهو مصاب ما قدرش يتجانس بسرعه، ففي ثلاث فرق عايزينه، ديكيرنس وابو قير. دي مباراه الترسانه والاعلاميين 1-1. كابتن خالد عيد قال لي انا شغال يعني معنويا على اللعيبه، بتخرج بالعافيه من موقعها بتاعت السكه الحديد. دي ده هدف الاعلاميين داوود كمارا، وبعدين الترسانه تعادل بهدف كريستوفر مندوجا، وفي واحده جت في الاخر في الوقت الضايع لمندوجا. ايوه لمندوجا. ايوه مش عارف ضاعت ازاي اخر ثانيه، مش عارف ضاعت ده الحظ اللي وقف ضد الكابتن خالد عيد. ايوه انت عندك افضل رئيس نادي واحسن مدرب في مصر وافضل لعيبه، ما هو ده اللي بيحصل معاهم ايه؟ يعني عدم توفيق. عدم توفيق. دي الكوره بص بتاعت الترسانه يا جماعه في الاخر في الوقت الضايع، فين بص فين بص مندوجا فين؟ كابتن خالد طلعها من على خط، في مدافع طلعها من الاعلاميه على خط المرمى. كابتن خالد عيد بعتها لي على الواتساب قال لي مش ممكن، يعني انا الكوره دي مش ممكن، من اسهل الكور شفتها في حياتي. الكابتن محمد حليم طبعا يعني من المنتظر ان هيبيع حسام باولو، وبروكسي عرض فيه مبلغ 300,000 جنيه تمام. ممكن نروح بروكسي. دي مباراه ايسترن كومباني وبتروجيت، وهدف التقدم لايسترن كومباني محمد شيكا في ملعب ايسترن كومباني بقى طبعا هنا في العمرانيه في الهرم. محمد شيكا، وبعدين قدر فريق بتروجيت انه يتعادل بهدف سامح ابراهيم الظهير الايمن. أيوة. اللي كان دايما في انديه كتير عايزه تتعاقد مع سامح ابراهيم، هو كمان باك رايت بس هداف يعني. طبعا كل الشكر لكل المراكز الاعلاميه طبعا طبعا. وبعدين خالد ابو زياده جاب الجون الثاني، جون المكسب لبتروجيت في الشوط الثاني. عندنا تطور هائل في المراكز الاعلاميه بصراحه، خطا من حارس المرمى في التصوير، وحاجات جميله بتحصل في الانديه. انا سعيد والله ان معانا الماتشات كلها والتصوير اتحسن كتير. معانا محمد الشامي بسم الله ما شاء الله يعني. طيب سريعا القناه 31 نقطه، السكه الحديد 28، وادي دجله 28، زد 28، ترسانه 20، المصريه الاتصالات 19، السويس 19، بتروجيت 18، العبور 17 طبعا، العبور 17، بورتو السويس 14. المنافسه في ديت على الهبوط اكتر من الصعود كمان. ايوه. الانتاج الحربي 13، ايستر كامباني 12، وكهرباء الاسماعيليه 11، مستقبل الوطن 11، قبل الاخير النصر 11، والاعلاميين 6. احصائيات المجموعه دي يا كابتن كريم، اجمالي مباراه المجموعه 103، اجمالي مباراه المجموعه ديت 104 ما فيهاش مؤجلات. انتهت بالفوز 78 مباراه، انتهت بالتعادل 26، 15 ايجابي 11 سلبي. الفوز خارج الارض 35، اهداف المجموعه 223 هدف، الهدافين 156 لاعب، ركلات الجزاء 30 سجلت 26 وهدرت 4 ركلات فقط، عدد تغييرات الاجهزه الفنيه 11، هدافين المجموعه علي حسين ودي دجله 8 وطبعا هاتريك لكل من محمد سمير زيد، اسماعيل بامبا بتروجيت، عمرو مصطفى السويس، محمود دياسط دجله، 5 اهداف يا كابتن كريم.